كنت أنا عم سوق السيارة أنا ورفيق الحبيب لحالنا ما معنا حد. هلأ أنا بس أتذكر هالشي هذا بقول شو هذا الجنون اللي ارتكبناه. نازلين بالسيارة وصلنا على منطقة ظهر الوحش بوقفنا حاجز إسرائيلي. قال أنت لوين رايح؟ قلت أنا رايح نازل على بيروت بالإنجليزي. قال في ثلاث عسكرية بتنزلهم معك. قلت أنا ثلاث عسكرية ما بعرف شو اللي يعني ما تقولوا أعطاني هذه القدرة. قلت له أنا باخد بس اثنين. لأن بعدين بيقول لي دخلك لشو؟ قلت له أنا اثنين مش ثلاثة. كان بإمكانك تركب ثلاثة. قلت له والله يا رفيق الحقيقة اللي خطر ببالي إنه لا سمح الله إذا بده يصير أي شيء ثلاثة ما فينا عليهم، ثلاثة اثنين ممكن نكون نقدر نعمل شيء.